احتفل بالذكرى 50. كانت هناك مشاركة عدة ولايات في من ربوع الوطن، من بينها أدرار التي تبعد مسافة كبيرة على مستغانم، ثم هناك باتنا سوق هراس، وهناك جزء العاصمة بمختلف المديريات التربية، هناك من الجهة الغربية هناك تيرنسان، وهناك عين تموشن، ومن الجهة الجنوبية هناك ورقلة، وهناك باتنا، وهناك الجزائر العاصمة، هناك سطيف، لا ننسى برج بوعراريج. ومستغانم تشارك بثلاث فرق، الأولى بالتعليم الابتدائي ثم الثانوي ثم المتوسط. الملتقى هذا أو اللقاء هذا كان لقاء براءة تتعهد وموعد يتجدد. لما؟ لأن هناك موعد للبراءة حتى يكون هناك التحام وحب للفن المسرحي الرابع، حتى يكون ذخر للمسرح الهاوي، وكذلك مدرسة للمسرح المحترف، ولما لا. نتمنى إن شاء الله أن تكون الطبعة هذه قد نالت قسطا من المعرفة، والطبعة المقبلة إن شاء الله تكون بمقياس المسرح المدرسي، لأننا ننطلق في السنة الأولى، يسميها الكونتربور، السنة الأولى عقارب الساعة ترجع للسنة الأولى، مثلما تنطلق جزيرة جرجرة. جزيرة جرجرة هذه القناة المذيافة، هذه القناة الجديدة نتمناها لأطفالنا، ملتقى تحباب، ترحاب، جمال، حب، عطاء ومحبة واطمئنان إن شاء الله. المهرجان لا خيمه ما كاينش منه المهرجان.